متابعينا الكرام على قناة نيشان الأمن، مرحبا بكم معنا اليوم مع أحد رواد تويضة موسم ولي عبد الله أمغار، وهو ابن دكالة أبن عن جد، واللي ورد هذا الموروث الثقافي عن والديه وعن الأجداد ديالو. اللي غادي تتحدث لنا اليوم شوية، غادي يعطينا حول الموسم، وغادي تتحدث لنا شوية على بعض الإكراهات وبعض المستقبل ديال التويضة. مرحبا بك معنا سي غالي. أولا شكرا على الاستضافة. ركبنا مع مشايخ، ركبنا مع مدرسنا المشايخ اللي الله يرحمهم، دزنا كتنسى كل شيء، كتفكر غير العود والبارو. هذه من جهة. من جهة ثانية، أنا تونسي الغالي، ركب عن عمر 7 سنوات، حضرت تظاهرات ديال اللي هي كبيرة، حضرت مع الوالد ديالي فاش جات الملكة إليزابيث للمغرب، حضرت مع الوالد ديالي وشاركنا تما. وهاد الناس كلهم داز عندهم حب ديال البارود وحب ديال الخيل وأهل العلم باش هاد الموروث هذا. بصراحة ولاو فيه حويجات اللي هما مزيانين، ما هو إيجابي ولا واحد اللبس موحد، ولا تشوف السروج موحدة، والمقاديم والمشايخ اللي ركبنا معاهم يقدر يضربك ما تهضرش، هادشي ما كاينش اليوم للأسف. يعني المشايخ اللي داكشي اللي عشنا حنا مع المشايخ، بالنسبة لهادشي ديال دابا داخل علينا شي حويجات اللي هي غريبة، ولكن كاين ما هو سلبي ما هو إيجابي أكثر ما هو سلبي. والعود ما كيتفكرش الولاد ديالو، حتى كيتقدى العود العلف ديالو الماكلة ديالو، هذا كيتفكر الولاد ديالو، لأن الحب ديال الخيل ما غيعرفوه إلا الناس اللي كيركبوه والناس اللي كيحسوا به. الوزن ديال مولاي عبد الله هو وزن حل صراحة، مولاي عبد الله ماشي سهل، وأنا حتى الرئيس ديال مولاي عبد الله سبق لي قلت له تحية كبيرة للسلطات المحلية وللسلطات الإقليمية، الدرك الملكي، القوات المساعده، جميع رجال الامن اللي ساهرين على الموسم، موظفين ديال الجماعه. يعني راه ماشي سهل، مولاي عبد الله راه في واحد 4 مليون و 3 مليون زائر، كتلقى الناس 3 الليل فايقين، 2 فايقين، 5 الصباح كاينين الناس، يعني ويتنظم. وكاين الحمد لله الامن، بكل صراحه كاين الامن، دور في الشارع، يعني حويجات بصراحة. مولاي عبد الله غادي فواحد التطور اللي هو مزيان، غادي فواحد التطور اللي هو مزيان، وغادي يعني بواحد الحويجات اللي هي مزيانة. 120 123 صربة راه ماشي سهلة، في 123 صربة من مختلف مناطق ديال المملكة المغربية الشريفة. بصراحة غادي مزيان. السر ديال النجاح ديال مولاي عبد الله، انا كنقول جوج الحوايج. السر ديال النجاح ديالو المجهودات ديال المسؤولين ديالو، لا من السيد العامل ولا من السيد والي الجهة ولا من السيد رئيس الجامعة ولا من السلطات المحلية والسلطات الإقليمية، راه ضروري ما غيكون مزيان. والسر ديال النجاح ديالو كيكمن في هذا الشيء هذا، وسيدنا الله يحفظه كيصيف الزيارة ديال مولاي عبد الله، كيجي السيد حاجي الملكي، يعني هذا هو السر ديال النجاح ديال مولاي عبد الله. بالنسبة للكلمة الأخيرة، الكلمة الأخيرة اللي غادي نختم بها، الله يرزق السلامة للجميع.